إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، فإن الإنسان المؤمن مطالب بأن ينظر إلى صورته صباح مساء، ينظر صلاحها وفسادها. والصورة المقصودة في هذا السياق إنما هي صورة النفس، لأن غالب نظرنا إنما هو إلى صورة البدن، والله جل وعلا لا ينظر إلى صور الوجه وإنما ينظر إلى صورة النفس، كما في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وللنفس صورة تحسن وتقبح على وزان العمل. النفس الإنسانية لها صورتها التي خلقها الله وسواها وبرأها، وهذه الصورة العبد يحسنها بالأعمال الصالحة حقيقة لا مجازا، ويقبحها بالأعمال الطالحة الفاسدة حقيقة لا مجازا. معنى هذا الكلام أنه كما أنا وأنت عندنا صورة بدنية وهيئة جسمانية من وجهين وأطراف وسائر مكونات الجسم والبدن، تتراوح سيماؤها بين قبح وجمال، فكذلك النفس الإنسانية، النفس اللي تسكن في القلوب ديالنا وتسكن في الأبدان ديالنا جملة، هذه النفس لها جمال ولها نور إذا نورها صاحبها بالأعمال الصالحة، ولها ظلمات وقبح وريح منتن، رائحة كريهة خبيثة إذا خبثها العبد بالأعمال الطالحة الشريرة. وذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كثير جدا. ما من عمل يعمله ابن آدم في الخير أو في الشر إلا كان له أثر جمال في الخير وقبح في الشر على تلك النفس. يعني أي خير تديرو من الأعمال الصالحة فراه كيزيدك جمال في الصورة ديالك النفسانية، ويعطيها واحد الطيب كالمسكي، كأجود طيب وجدته بأنفك. فإن عملت سوءا أو شرا، من الإنسان اقترف الخطيئة والشر، راه الصورة ديالو النفسانية تقبح وكتخسر الوجه ديال النفس، الصورة النفسانية، وتلحقها ريح منتنة كتركب لها واحد الرائحة خبيثة كرائحة الجيفة، بل كأخبث ريح جيفة وجدتها بأنفك قط، كما سيأتي بيانه في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الملائكة تقرب من العبد الصالح وتؤيده وتسدده وتدعو له بما تطيبت نفسه من الروائح الطيبة الروحانية. العبد المؤمن الذي صرح عمله وحسنت هيئته النفسانية وتناثر عطر روحه روحا وريحانا، الملائكة تقربه وتجلس إليه الليل والنهار، تحرسه وتسدده وتؤيده وتلهمه دائما العمل الصالح. ولذلك العبد المؤمن دائما يجد شجاعة على فعل الخير، ويجد نشاطا نفسانيا للعمل الصالح، لأنه كاين ملائكة
تحثه على الخير وتحبب له الخير. والأحاديث في هذا كثيرة مستفيضة، سأذكر بعضها بحول الله. بينما العبد حينما يغرق في الخطايا ولا يتطهر، يدير الخطيئة وما يتوبش، اليوم غدا يغرق في الخطايا ولا يتطهر، فتنتن رائحة نفسه، الريحة ديال النفس ديالو ماشي البدن، الريحة ديال النفس ديالو تصبح خبيثة كرائحة الجيفة، تنفر منه الملائكة. إذن الملائكة تهرب منه، ما تقدرش ما تطيقش، لا تطيق الجلوس إليه ولا الاقتراب منه. فماذا يحصل؟ تحل به الشياطين، ثم الشياطين تتنزل عليه وتتلبسه وتتخبطه، فلا يدفع إلا إلى الشر ولا يستحلي إلا الخبائث. بحال هذا النوع ديال الناس يوجد الأعمال من أعمال الشر لذيذة بما وقع في قلبه من الخبائث وبما نفرت منه الملائكة وحلت به الشياطين، تعزه أزا وتستفزه استفزازا ولا تدله إلا على الشر. فإذا مات العبد على إحدى الصفتين، كيموت العبد أيا كان هذا العبد، إما مؤمن صالح أو كافر أو عاص، فقد ورد في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة في قصة طويلة نذكر منها محل الشاهد، حديث طويل نأخذ منه المقاطع التي تهمنا في كلامنا اليوم، وذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا توفى الله العبد المؤمن أرسل إليه ملكين بروح وريحان من الجنة، وفي رواية بحانوت وأكفان من الجنة، فيقولان: يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، وفي أرجاء السماء ملائكة يقولون: سبحان الله، لقد جاء من الأرض اليوم ريح أو روح طيبة، فتفتح له أبواب السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن روح هذا العبد في سياق هذا الحديث حينما تخرج من الجسد تخرج، قال عليه الصلاة والسلام: كأطيب ريح مسك وجده أحدكم بأنفه، تخرج كأطيب ريح مسك وجده أحدكم بأنفه، يعني واحد الطيب واحد الرائحة أجمل مسك اللي يخطر في بالك، فات شي مرة شميته أو أدركته بحاسة الشم ديالك، كتكون هذه الرائحة ديال هذا العبد أحسن من ذلك بكثير، لأنها نفس المؤمن التي تزينت وتطيبت بأعمالها الصالحة. ولذلك في رواية أخرى تقول الملائكة: أيتها النفس الطيبة يعني العاطرة، أخرجي من الجسد الطيب، لأن ذلك الجسد نبت من حلال، وما مسه الحرام فإن وقع فيه حين غفلة تطيب وتطهر بسرعة توبة نصوحا إلى الله الواحد القهار، فلا يبقى من درنه شيء، فلا يعلق شيء من الأوساخ والقبائح بنفسه. لكن الكافر وعياذ بالله حينما يتوفاه الله يرسل إليه هذين الملكين فيقولان: أيتها النفس الخبيثة أخرجي من الجسد الخبيث، فقال عليه الصلاة والسلام في السياق: فتخرج كأنت نجيفة وجدها أحدكم بأنفه قط، يعني العكس تماما، تخرج هذه النفس بحال الريحة ديال الجيفة المجيفة النتنة، أخبث رائحة كيمكن تخطر ببالك أو تقع على أنفك في حياتك، في أي مرة قط وقعت تكون نفس هذا الكافر أو هذا العاصي المغرق في الذنوب أخبث من تلك الجيفة هذه النفس. أما البدن كيبقى في التراب،
النفس حينما تفارق البدن ويؤول البدن إلى التراب يأكله الدود ويفنى، تبقى النفس بعد ذلك برائحة طيبة إن كانت من أهل الإيمان، أو برائحة خبيثة إن كانت من أهل الكفر والفسوق والعصيان. وفي السماء وفي أرجاء السماء ملائكة يقولون سبحان الله، لقد جاء من الأرض اليوم جيفة خبيثة ونسمة أو نسمة خبيثة، فلا تفتح له أبواب السماء ويضيق عليه في قبره. فالحالة الأولى هي حالة المؤمن بما لتلك النفس من رائحة طيبة، لما كتصعد بها الملائكة إلى السماء تستبشر الملائكة حراس السماء على الأبواب، تستبشر خيرا بما وجدت من ريح طيبة، ريح الإيمان التي تفيض بها هذه النفس الصاعدة إلى بارئها، فيؤذن لها بفتح الأبواب فتصعد هذه الريح عبر السماوات السبع حتى تسجد بين يدي بارئها، كما ورد في سياق آخر من الحديث. بينما النفس الخبيثة التي خبثت وطلحت ونتنت وجيفت بأعمالها الطالحة لا تفتح لها أبواب السماء، وترجع إلى القبر ويضيق عليه في قبره نعوذ بالله، كما ورد في الحديث الصحيح. والحديث أورده الإمام أحمد في مسنده، والإمام النسائي في سننه، والإمام ابن حبان أيضا، والطبراني والحاكم كلهم يرويه بصيغ شتى متقاربة، لكن في مجمله صحيح الإسناد. صححه قبل ذلك الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، ومتأخرون من أهل الحديث أصحاب الصناعة. إذن النفس الإنسانية تحمل من رائحة العمل طيبا أو خبثا، ولهذا وجب أن نفهم أن الحرام خبيثة من الخبائث، إذا اقترفها العبد اتسخت نفسه، وهذا هو اللي كيغيب علينا. كنتصوروا بأن الحرام لما نديروه أو نعملوه يعني واحد الفعل زائل دايز، لا أبدا. صحيح أن الفعل من اللي كديروه يعني في الخير أو الشر يعني ينقطع، راك في واحد العمل كتكمل انتهى العمل كيولي ماضي ما كيبقاش، هذا في الظاهر في الحس، هذا بالمقاييس الجسمانية المادية التي ترجع إلى مقياس العين أو الأذن أو الأنف أو الحاسة، فالفعل بالحواس ينقطع، لكن في عالم الروح لا ينقطع. تلك صفة اتصفت بها آنئذ في نفسك، أنت لا ترى ذلك لكن الله يرى ذلك والملائكة تبصر ذلك منك، فهذه نفس طيبة طاهرة تبدو شفافة للملائكة، وتلك نفس خبيثة طالحة تبدو كذلك قاتمة للملائكة، فتنفر منها وتحل بها الشياطين والعياذ بالله. ولهذا بهذا الميزان هذا نفهم كثيرا من الآيات ومن الأحاديث النبوية لتأكد لنا بالله أن النفس الإنسانية تتأثر بالأعمال، تتأثر بالأعمال الصالحة صلاحا وطيبا وجمالا ونورا، وتتأثر بالأعمال الطالحة خبثا ورائحة كريهة نتنة. لما قال الله عز وجل في حق المشركين إن المشركين نجس، فهذه النجاسة كثير من علماء التفسير حملوها على النجاسة المعنوية، وهو الحق إن شاء الله، لأن البدن كيمكن يكون نجيس ممكن أن يتطهر، يعني الطهارة الحسية إنما تلحق بالبدن، أما الطهارة المعنوية بالمعنى الروحي للكلمة لا بالمعنى الفقهي الاصطلاحي فإنما تكون بالنفس لا بالبدن. والمقابل ديال هذه الآية باش تفهم على وجهها الصحيح حديث أبي هريرة الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. واحد المرة أبو هريرة رضي الله عنه كان على جنابة، كان جنوب، ولما يغتسل بعد مازال ما اغتسل شيء من الجنابة، فكان مارا ببعض أزقة المدينة، فرأى رسول الله عليه الصلاة والسلام مقبلا فتنحى عنه. أبو هريرة خارج من الدار دياله وشاف النبي صلى الله عليه وسلم جاي، وصادف أن أبا هريرة كان على جنابة،
فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم جاي ضرق عليه وهرب منه باش ما يتلاقاش معاه وما يسلمش عليه وهو على جنابه. فلما أدركه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سأله عن ذلك، قال لما تنحيت إذ رأيتني؟ قال يا رسول الله كنت على جنابة فكرهت أن أصافحك. أنا كنت على جنابة وما قدرتش باش نتلاقى بك وندير يدي في يدك. شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن المؤمن لا ينجس. المؤمن ما كيتنجس أي، مع أن الجنابة نجاسة يعني جنابة وجب أن نغتسل منها. وفماذا ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام؟ يعني أن النفس ديال المؤمن طاهرة، أطاهرة نفس المؤمن والبدن شيء آخر، ومقاييس البدن والتطهر ديال البدن كاين الأدوات ديال تطهير البدن من مياه الوضوء والاغتسال وما شابه ذلك من سائر وأنواع إزالة النجاسات والجنابات. أما النفس المؤمنة فإنما تطهر بشيء آخر، تطهر بالأعمال الصالحة بالعبادات بترك المنكرات والمحرمات. والنفس ديال المؤمن لا تنجس، لما؟ لأنه يتطهر بالصلوات بالوضوء بالأعمال الصالحة بالتوبة النصوح بتجديد التوبة وبأعمال البر يوميا بذكر الله بتلاوة القرآن بسائر أعمال الخير تتطهر نفسه. ولذلك ديما المؤمن نقي، النفس ديالو ديما رائحتها زكية طيبة تستجلب ملائكة الخير. إن المؤمن لا ينجس، بينما الجهة الأخرى إن المشركين نجس. وعلى هذا كثير من النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث أيضا المتعلق بوسخ القلوب، إن العبد إذا أخطأ الخطيئة تنكت في قلبه نكتة سوداء، تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. يعني الإنسان لما يقترف الخطيئة من اللي كيتشربها القلب ديال العبد، أي أنه يقبلها ولا يتوب منها، كتحط له واحد النقطة كحلة. ما المقصود؟ إنما نقصده ها هنا القلب بمعنى النفس الإنسانية، ماشي العضلة التي تضخ الدم، بل النفس الإنسانية. قلب النفس هو الذي يتسخ بهذا الوسخ المعنوي حتى إذا تراكم ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في وصف القلب الذي تراكمت خطاياه حتى يصبح، يعني هذاك القلب المتسخ مجخيا كالكوزي، يعني كي تكلس طبقات ديال الأوساخ بحال الإبريق الذي يطبخ فيه الإنسان مادة ما فلا يغسله منها ويطبخ عليها ويطبخ عليها حتى كيولي هذاك الإبريق داير طبقات ديال الأوساخ. يعني لا شيء إبريق أو براد طيب فيه أي مادة حليب أو شاي طيب اليوم وما تغسلوش، ما تغسلوش أي لا تتوب من الذنب، هذا المعنى لا تغسلوه. ثم تطبخ فيه الغذاء مادة أخرى وهكذا كتولي فيه طبقات سوداء من الأوساخ حتى يصبح مجخيا كالكوزي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأنه بينه وبين يعني الروح دياله باش تحس وتدرك طبقة من الأوساخ معزولة، النفس دياله معزولة عن النور، معزولة عن الطيب، معزولة عن الخير، يفرق بينه وبين الخير الشياطين من الجن والإنس وأوساخه من الذنوب. وهذه المعاني قلت في كتاب الله وفي سنة رسول الله كثير. رأى الذنوب شيء واحد، لا يجوز أن نفرق بين ذنب وذنب من حيث الطبيعة ديال الذنب. صحيح هنالك كبائر وصغائر، ولكن في نهاية المطاف الذنوب فصيلة واحدة هي الخبائث الأوساخ. ولذلك قال جل وعلا في وصف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، جمع خبيثة جمع خبيثة، ويحرم عليهم الخبائث. فكل النصوص تجمع على أن الذنب شيء وسخ شيء نجس، لكن هذه النجاسة وهذا الوسخ هو معنوي يلحق النفس فيلطخها ويجعل لها رائحة كريهة
ترفضها الملائكة وتغلق دونها أبواب السماء ولا يصلح لها أنئذ إلا الجحيم والعياذ بالله لتطهيرها وصهرها بالنار من أجل أن تصفو إن صافت، لأن النفس ديال المؤمن يعني حتى وإن كان من أهل الضلال والعصيان فإنه إذا قدر له نعوذ بالله من النار إذا قدر له أن يعذب فإنما يعذب تطهيرا، نعم عقابا ولكن في نفس الوقت تطهيرا ونعوذ بالله من النار جملة وتفصيلا. أما الكافر فمعلوم أنه يخلد فيها لأنه ليس بعد الكفر ذنب، ما بقيش شي ذنب وشي قبح أكبر من الكفر. لهذا إذا عرف الإنسان المؤمن هذا فما ينبغي أن يتجرأ على المنكرات من الكبائر والصغائر جميعا، بل يجب أن يتحرز منها كما يتحرز أحدكم من النجاسة. اللي تمر بواحد المكان واد أو بركة أو أي مكان وسخ جمعت فيه القذرات والأوساخ الرديئة والروائح الكريهة المنتنة، شنو كدير؟ تجمع ثوبك كتبقى جمع حوايجك وخصك تمر بواحد الطريقة ديال التحرز وحاضر راسك ألا يمسك شيء من تلك الأوساخ، وكتمر وانت ضايق فوقاش الدوز باش تلقني فيك يشم الرائحة الطيبة لأنك في مكان خنقته الروائح الكريهة الخبيثة. الذنوب كلها بهذا المعنى. ولذلك من همت نفسه بمحرم من الزنا أو من الخمر أو من الربا أو من أي منكر من المنكرات قمرا أو قمارا أو ميسيرا أو أي شيء من كبائر الذنوب أو صغائرها فليتذكر أن الذنب له طبيعة واحدة، وليتذكر أنه هو والجيفة سواء. إلى عندك النفس والقابلية باش تكون الجيفة فآنئذ يكون لك القدرة على تناول تلك المحرمات التي يزينها الشيطان ظاهرا وهي من أخبث الخبائث. الإنسان المؤمن اللي عنده ذوق سليم، بل الإنسان اللي عنده فطرة طبيعية متوازن الشخصية الإنسانية، لما تعطي واحد الطبق من لحم جيفة شي دابة لم تذبح وإنما ماتت حتى حتف أنفها وجيفت وبقات حتى خمجت وأطلقت روائح النتنة وعطيتها له كتقول له كلها، لا يستطيع حتى ولو كان به من الجوع ما كان، يجد صعوبة جدا كبيرة جدا في أن يتناول مثل هذا الطعام، ولذلك ما يقبل عليه إلا إذا أحس بأن الجوع يفتك به. صافي شيء بالجوع عافانا الله وإياكم نعوذ بالله من الجوع، وصل به الواحد درجة ديال صافي يغمى عليه غادي يطيح من الجوع. أنا إذن هو مضطر لأن يأكل أي شيء ولو كان ترابا. فإذن أنت حينما تريد أن تترخص كما يصنعه كثير من الناس اليوم قلبوا على الرخص، الرخص في تناول الخمر أو بيعها أو شربها أو تناول الربا أو بيعه أو أكله أو أي شيء من المنكرات، الناس يسعون إلى الترخص. أو تدرون ما تصنعون؟ إنها جيف ستلطخون بها أنفسكم، ستنفر منكم الملائكة وتحل بأنفسكم الشياطين، وتكل يوم جرام ديال الحرام غدا تستحلي جوج الجرام وبعد ذلك كيلو، وهكذا حتى يصبح قلبك كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فما يدريك أن يقبض الملك روحك على هذه الحال وتكون من ذلك الصنف الذي حدث عنه رسول الله، تقول الملائكة اخرجي أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث، فتخرج كأنت نجيفة وجدها أحدكم بأنفه قط، وتتبرع منك ملائكة السماء لا تفتح لك الأبواب، وتلقى مرة أخرى إلى قبرك ويضيق عليك في قبرك. الحرام خبيثة، الحرام خبيثة من الخبائث، فلا تلطخ نفسك به بل طهرها بالأعمال الصالحة وانقطع عن الحرام وتبرأ إلى الله من كل ذنب، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هكذا في كتاب الله وفي دعاء سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام إثر وضوئه. وفي غير ذلك من السياقات التوبة والتطهر، لأنك حينما تتوب تتطهر من تلك الأنجاس والأرجاس،
ولهذا المؤمن حينما يتطهر تصفو نفسه من الأضران، كتغسل النفس ديالك وتصبح شفافة، وتصبح شفافة كالبلور، صافية النفس بحال الزجاج البلار، صافية واضحة شفافة نقية طاهرة، ولها ريح كأطيب ريح وجدها أحدكم بأنفه، كأطيب مسك على جمال وبهاء. هذا معنى التوبة في مجال النفس وفي مجال الروح. رأى التوبة واحد نوع ديال التطهر، نوع من الاغتسال، شلال الإيمان ينزل على نفسك فتصفو من أضرانها. ولذلك كثير من الأحاديث وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال ديال الخير أنها تطهر العبد، كمثل الصلوات الخمس في حديث النهر الجاري: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا جاريا يغتسل منه خمس مرات في اليوم هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. هذا مثل الصلوات الخمس بحال الواد من الكوثر نقي طاهر، باب الدار ديالك يوميا كتغتسل منه من أضرانك من خطاياك، وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. هذه الصلوات تطهرك، وكذلك سائر أعمال البر: وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. لما يكتب عليك الله الخطيئة بادر إلى التبرع منها توبة وندما، ثم في الوقت نفسه بادر إلى عمل صالح تطهر مكان النفس منها أو مكانها من النفس. راه هذيك الخطيئة لما درتها راه وسخات لك شي حاجة في النفس ديالك، كيما عندك جلابة أو ثوب وطارت عليك شي أوساخ، راه شي مكان في جلابتك موسخ، خاصك إما تغسل الجلابة كاملة أو تشد هذاك المكان وتقرطه بالماء والصابون حتى كيتنقع. فتلك الخطيئات قد نكتت بقلبك نكتة سوداء، يجب أن تبادر إلى تطهيرها، إلى غسلها. غسلها إنما يكون بعمل صالح مضاد، يعني المطهرات كما أن للبدن وللجدران وللألبسة والثوب والثياب أدوات ديال التصريح وأدوات ديال التطهير، النفس الإنسانية أيضا لها أدوات تطهير، هي أعمال البر والصلاح تبادر إلى عمل صالح بنص حديث رسول الله الذي رواه الترمذي بسند صحيح: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فإذن المؤمن حينما يشعر بهذا المعنى كلما وقع في الخطيئة ضاقت نفسه. باش تعرف يعني الميزان ديال الإحساس، ميزان ديال الإحساس اللي كيعبر على السلامة ديال الجسم. كاين بعض الأمراض والعياذ بالله في الجسم الإنساني كما يحدثنا الأطباء كيفقد بها الإنسان الإحساس، حال مرض الجذام عافانا الله وإياكم، يعني واخا تشعل فيه لقيدة في الجلد ديالو ولا تنخصو بإبرة ما عندوش الإحساس، ما كيحس شيء، وهذا يعني حالة خطيرة جدا، يحس ما يبقاش الإنسان الإحساس، هو مهدد بالخطر، تقدر تقطع له يده بأي آلة أو أي شيء وما يصير خبر لحالته، يتآكل جسده وبدنه بسبب هذا المرض. راه كذلك النفس الإنسانية لما تدير الخطيئة والنفس ديالك مطمئنة فقد أصيبت فقد أصبت بجذام نفسي، ما عندكش الإحساس. إذن الإنسان لما يغلط الغلط والضيق النفس دياله ارتكب خطأ من الخطايا فضاقت نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، كيشعر براسه ثقيل خصو يغتسل من ذاك المرض من ذلك الخطأ. هذه النفس الإنسانية بخير لأن عندها حاسة وإحساس، بقي حية لتنذر من كان حيا لا ميتا، لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فإذا ضاقت نفسك بالخطيئة فتلك أمارة خير، لأنه ما غاديش تحمل تبقى النهار كامل انت هكذاك، ستبادر إلى التوبة، ستبادر إلى مطهر من المطهرات الروحية. ولهذا كان من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذه كنايات
الماء هو الماء والثلج معروف والبرد هو التبروري. فليس المعنى أن تأخذ ذلك حرفيا وتمشي تغسل بالثلج والتبروري، وإنما القصد أن هذه الأدوات المطهرة في عالم الحس يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام ربه أن ينزل عليه على نفسه شلالا من هذه المعاني التي تطهر البدن في عالم الحس، فتطهر تلك المعاني أيضا في عالم الروح نفسه من سائر الذنوب والخطايا. وقلت قبل، النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله مجمعة على أن الخطيئة تلطخ، الخطيئة والذنب كيوسخ، وكيوسخ حقيقة، لا ماشي مجاز، حقيقة تتسخ النفس وتتسخ الروح، ولذلك تنفر الملائكة من مثل هذه النفس وتحل الشياطين بعالم الأوساخ والأنجاس والأرجاس. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا برحمتك أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم أعنا على غض أبصارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك بأسمائك الحسنى أنوارها أسرارها أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا ونور أبصارنا وبصائرنا. اللهم اجعل لنا منه في قلبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، واجعل يا ربنا عن أيماننا وشمائلنا نورا، واجعل من أمامنا وخلفنا نورا، واجعل من فوقنا وتحتنا نورا، وآتنا برحمتك نورا. اللهم أدخلنا في رحمتك وأدخلنا في عفوك وعافيتك، وجللنا وجملنا بجميل سترك يا جميل العفو، أدخلنا في عفوك يا جميل الرحمة، أدخلنا في رحمتك، تب علينا لنتوب إنك أنت التواب الرحيم، تب علينا لنتوب إنك أنت التواب الرحيم. طهرنا اللهم بما تطهر به عبادك الصالحين، ألحقنا اللهم بزمرة النبيين والصديقين والصالحين يا أكرم مسؤول ويا خير مامول، ابعثنا اللهم يوم القيامة في زمرة سيدنا محمد سيد المرسلين الأولين. اللهم يا ربنا واجعلنا من أهله واجعلنا من تبعه واجعلنا على نهجه وصراطه لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم يا ربنا بحرمة هذا القرآن العظيم اجعلنا من أهلك وخاصتك، فإنما أهلك وخاصتك أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب الصالحين والأولياء الصديقين في مشارق الأرض ومغاربها عبر الأزمنة والأوطنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا تجعل اللهم في قلوبنا غلا للذين ظلموا. اللهم ارزقنا السلام، فإنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أصلح اللهم أبناءنا وذرياتنا وزوجاتنا، اللهم أصلح أهلينا أجمعين، اللهم تب علينا وعليهم وأدخلنا وإياهم في رحمتك، واسترنا وإياهم بسترك. نعوذ بك من كل هم، ونعوذ بك من كل ضيق، ونعوذ بك من كل فرج. فرج اللهم الكروب عن المكروبين، فرج اللهم الغموم عن المغمومين والمهمومين، داوي الجرحى والمساكين. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين تب علينا واجعلنا لك وبك وحدك لا شريك لك. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ارزقنا اليقين فيك، وارزقنا حق التوكل عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ارزقنا يا ربنا عزائم الطاعات، ارزقنا عزائم الطاعات، وقوي أبداننا على العبادات. اجعلنا من أهل المساجد والأوقات برحمتك وتوفيقك وتسديدك، فإنما الموفق من وفقته، وإنما المهدي من هديته، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا ربنا انصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين. احفظه اللهم من بين يديه ومن خلفه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن، أنبته اللهم نباتا حسنا، واجعله اللهم من الصالحين المصلحين، وأنزل السكينة والرحمة على هذا البلد الأمين وسائر بلدان المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.